جعفر بن بركات من كراماتي قال كنت أجالس الفقراء ففتح ففتح علي بدينار. حلوة هاي، شلون فتح علي بدينار الحجازي؟ لا يعني عطى واحد دينار فالله فتح عليه، مو عدل؟ سيدي عبد القادر القيلاني يقول ما شاء الله، ما شاء الله اعكسوا تصيبوا. قال الوالد يقول عبد القادر القيلاني يقول كم من حاجة قضيناها بتركها. الله الله او ايوه كنت اصبر سيدي الرفاعي، سيدي سحلول الرفاعي اصبر. ابو جعفر بن بركات من كراماتي قال كنت اجالس الفقراء ففتح علي بدينار فاردت ان ادفعه اليهم، ثم قلت لنفسي لعلي احتاج اليه فهاج بي. اي عطاه صح، فهاج بي وجع الضرس. كلامك صح سيدي رفعت الرفاعي. فهاج بي وجع الضرس فقلعت سنا فوجعت الاخرى حتى قلعتها، فهتف بي هاتف ان لم تدفع اليهم الدينار لا يبقى في فمك سن واحد. الله اكبر. شنو يا الحجازي؟ يعني الدينار ما قبلوش؟ مو قول ما شاء الله. انت نايم بس الصوت العالي. يعني انت مولانا عملت كرامة من هالكرامات؟ أعوذ بالله. ليش؟ الواحد أفضل من استغفر.